انت متخيل ان اللعيبه عايزه تسيب الاهلي والزمالك عشان تلعب في بيراميدز؟ انت متخيل ان اللعيبه اللي كانت بتسيب فلوسها عشان تيجي تلعب في الاهلي او في الزمالك؟ مش كده ولا ايه؟ مظبوط. فده انا شايف ان ده المستفيد الاول والاخير فيها اللعيبه. تمام. زي الاحتراف، احنا لا ناس لا 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 لا, لا نمط الاحتراف بصله، لكن اللي فايز بالاحتراف هم اللعيبه فقط، لا اداره محترفه ولا حكام محترفين ولا عندك جماهير ولا عندك ولا عندك ولا عندك، كله بيطبل على كله، يطبل على ليلى. مصلحتي فين؟ ان انا حابب النادي الاهلي، حابب النادي الاهلي. مصلحتي في اتحاد الكوره، بيبقى انا اتحاد الكوره. مصلحتي نادي الزمالك، بنادي الزمالك. لكن فين مصلحه البلد؟ طب حضرتك قلت دلوقتي ان عبد الله السعيد كان في المشكله وسقط من نظرك بسبب الموقف ده، هل ترى ان اداره التفاوض مع عبد الله السعيد كانت بعقليه الستينات والسبعينات ولم تكن تتعامل معاه وفقا للمعتقدات اللي حضرتك شرحتها دلوقتي؟ كان في خطا بالنادي الاهلي في التفاوض؟ اه طبعا في خطا. ليه استنى للاخر ويتحمل هذه المسؤوليه سيد عبد الحفيظ؟ لان احنا عندنا منظومه سيد عبد الحفيظ هو المنوط باداره كره القدم. تمام. وبعدين لما يفصل سيد عبد الحفيظ يطلع للي فوق. وده اللي حصل يا كابتن. اه ما هو امتى؟ ما هو امتى؟ ما هو انا هقول هشرح لحضرتك. هل ابراهيم عبد الله السعيد نامه صحي لا لازم كان هديله 40 مليون ولا كان في اتفاق مسبق؟ الموضوع استمر حوالي 3 شهور. طيب يبقى عبد الله السعيد عنده معلومه ان هياخد 40 مليون جنيه، فبالتالي بيضغط على النادي الاهلي عشان ياخد 35 سي مثلا. زي ما قلت لك هتعمل بلبله في فريق الفرق، وده اللي حصل. بدليل ايه يا ابو حميد؟ تعال شوف مستوى النادي الاهلي في نهايه الدوري، المفروض المستوى بيزيد مش بيقل. تمام. لكن اللعيبه خرجت عن اطار كره القدم، بقى كل واحد يفكر في ولاده. وانا هنا بحيي ابراهيم سعيد، وانا بعتبر الكسبان الوحيد في الليله دي كلها هو ابراهيم سعيد، وانا بعتبره لعيب ذكي جدا. ابراهيم سعيد قصدي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. أه. عبد الله السعيد هو اللي استفاد من الحته دي. واحد بياخد 40 مليون جنيه، انا ما اعتقدش هيلعب اذا كمل السنه ما يبقاش مستفيد. طب استفاد يا كابتن ولا خسر كتير وده انعكس عليه بالسلب في كاس العالم؟ لا، كاس العالم بص هناك فرق ما بين كاس العالم والحقشه اللي احنا بنلعبها. تمام. ابراهيم سعيد يلعب في الدوري المصري يبقى 10 على 10، لما تلعب افريقيا يقل، لما تلعب كاس العالم يقل قوي، لان الكره قوه وسرعه، هو لا يملك القوه ولا السرعه. تمام. يملك المهاره، ممكن تجيب الخطيب وممكن تجيب حسن شحاته يعمل لك ده، ممكن تجيب العبد لله يعمل ده، لكن تجيبني انا دوس واجري والعب طب قول لي واحده بس لابراهيم سعيد. لعبد الله السعيد قول لي واحده. لا سرعه ما فيش، قوه ما فيش. لا قول لي عمل ايه؟ قول لي عمل كاس العالم. كاس العالم هي الجون بتاع محمد صلاح اللي عملها، البس الباص الباص دي اللي جابت الجون بتاع ماتش كل سنه وانت طيب. انما ثلاث ماتشات ما فيش. لكن 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 هو لعيب، اه لعيب قوي، لعيب كويس قوي واسعدنا. وعبد الله السعيد يا احمد يا جلال لعب اخر سنه ونص فقط من ساعه ما كان النادي الاهلي. بالظبط سنه ونص فقط من ساعه ما كان النادي الاهلي. بس قيل ان هو تعرض لظلم ايام ابو تريكه، انه كان بيضطر يلعب على الاطراف لان ابو تريكه كان بيلعب في القلب، ولما اعتزل ابو تريكه بدا عبد الله ياخد ويشتغل ونضج في سنه ونص اللي حضرتك قلت عليهم. ما ده من سوء الكوره بتاعتنا، ما ده من سوء فهمنا احنا للكوره. يعني ايه بيلعب على الطرف وما لعبش في النص؟ هو ليه ما طب بيخش في النص ويطلع لقدام وينزل لتحت ويروح سنتر فيرود ويروح باك ليفت ويروح سنتر ناحيه اليمين؟ ليه ناحيه الشمال بس؟ ما هي دي المصيبه اللي احنا فيها. طب هو صلاح بيلعب في ليفربول ناحيه اليمين بس؟ لا بيلعب براس حربه، وراس حربه بيلعب في اي كمان. حته. آه. طب النني؟ لا بيلعب النني بيلعب فين؟ لاعب سيرت باك في اخر الموسم اللي فات. لا انا بتكلم لما بيلعب في نص الملعب. آه. بيخش جوه ال 18. جاب جون في ماتش الكاميرون. انت بيخش جوه ال 18. انا ما عندناش فكره انك يبقى فيه النو هاو بتاع اللي بيطلع. يعني ايه لعيب كوره؟ مبدع زي المطرب زي المزيكاتي الموسيقي، يعني ما اقصدش مزيكاتي بمعناها، يعني لازم تدي له فرصه يبدع. انت بتدي له خطوط عريضه. طيب هسالك سؤال، هو بيبدع من خلال الخطوط العريضه؟ الجون الثاني اللي جبناه في ماتش السنغال فاكر مين اللي جابه؟ هنا؟ اه حجازي اعتقد. بيلعب ايه حجازي؟ سيرد باك. مش بيلعب نص ملعب وقول له لا ما تخشش الناحيه الثانيه. لا ده دخل 18. ده انا قايل للشناوي لو طلت كان عواد. يا عواد لو طلت تروح تجيب كان الشناوي انذار ثاني فعلا. اه كان موقوف. يا عواد لو طلعت انا كده. عشان كده بقول ايه؟ اجرأ مدرب في مصر اسمه حسام حسن، اللي يصلح للنادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر حسام حسن، لان الجرأه دي بتساوي 70% من المدرب. الجرأه. وفي وقت لازم تبقى جريء قوي. ده حسام حسن.
لما انا اشتغلت من كلامك كده يا كابتن ان حسام حسن هو ممكن يكون الانسب لمنتخب مصر دلوقتي؟ ده هو الافضل مش الانسب، هو الافضل لمنتخب مصر على كل المقاييس والمعايير. بص يتناسب مع المجموعه اللي حضرتك عايشتها ودربتها. ايوه مش هيحصل مشاكل وصدارات؟ ما بص انت جايب ايمج زي كده، صالح سليم رئيس النادي الاهلي، تمام. الخطيب رئيس النادي الاهلي، تمام. محمد حسن حلمي رئيس النادي الاهلي، الزمالك رئيس النادي الزمالك. يعني انت بتجيب لما 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 كان لما كان كابتن ابو حباجه الله يرحمه ناداه لي وانا عندي 17 سنه وقال لي انت مش عارفني؟ قلت له لا. فقال لي ده صالح، قال لي ده احنا عندنا ابو حباجه الجديد. عارف ان ده كابتن ابو حباجه؟ انا اتخشبت مكاني، اتخشبت لان ده قيمه وقامه، واخد بالك؟ فلما بتتعامل مع حسام حسن لو عملت كده تاريخ نجوم مصر كلهم من اول التتش وعبد الزو وعبد الكريم وصقر هيطلع نمره واحد حسام حسن. فبالتالي انت جايب نجم. وبعدين حته بقى التجني على حسام انه بيلعب بالحماس، والحماس يفضل قد ايه؟ لا انا ما اقصدش كلمه الحماس، لا انا برد على الناس. برد على الناس لما يبقى ثلاث سنين ما عندوش حد وبيعمل نجوم وبيبيع اللعيب ب 20 مليون وب 15 مليون يبقى بيفهم ولا ما بيفهمش؟ لا محمد حمدي راح ب 40 مليون بيبقى بيفهم ولا ما بيفهمش؟ طبعا بيفهم. يبقى عنده رؤيه ولا ما عندوش رؤيه؟ طبعا. بيبقى لما بيغير سير المباراه بيعرف يقرا المباراه ولا ما بيعرفش؟ بالتاكيد. هو ده المدير الفني. اي حد نطت الحريه وقسم وهات حاجه من الارض بقى مدرب، لكن القرايه وانك تختار صح كاتشانا هي دي المدرب. هيديكوتي قعد معانا 7 سنين ما غيرش تغييره يا احمد يا جلال على مدار ال7 سنين، ما كسبناش، ما قراش فرقه ولعبنا عليها وما كسبناش. السبع سنين دول ما خسرتوش ولا ماتش من الزمالك؟ لا خسرنا، لا ولا ماتش 2-0 ما كانش هيديكوتي، ما كانش هيديكوتي. لا انا بتكلم عن هيديكوتي، لم يخسر من نادي الزمالك ولا ماتش. انا لعبت، هو المدرب الوحيد في تاريخ مصر اللي ما خسرش من الزمالك. انا لعبت 14 سنه نادي الزمالك خسرت ماتش واحد، هو عبد الرحيم وعبد الحليم الله يرحمه. 2-0 عبد الرحيم الله يرحمه واحمد عبد الحليم واضطرد شريف عبد المنعم في اول 10 بالظبط. انا خسرت ده حتى في الناشئين، ما خسرتش ولا ماتش في نادي الزمالك الناشئين، ده بالعكس طايح فيهم يعني. فحته احنا بنتكلم في حاجات جانبيه، ما بنتكلمش في اساسيات المهنه، ما بنتكلمش في اساسيات اللاعب، ما بنتكلمش في النشأه، ما بنتكلمش في طب، ما بنتكلمش في ياكل ايه ويشرب ايه، ما بنتكلمش في علم النفس اللي لا يقل اهميه عن المدير الفني ولا الطبيب. احنا جهله.